بلو بكل ترحيب، ضيفنا الأستاذ خالد المنيف، رئيس قسم الإنعاش بمستشفى الأطفال باب سعدون، ورئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال. بروفيسور منيف، أهلا وسهلا، مرحبا بك على راديو ميد. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي راديو ميد. شكرا على تلبية دعوتنا الهاتفية، وأيضا شكرا على مساهمتك في التوعية والتحسيس الطبي في مجالك، وهو مجال طب الأطفال بالأساس. اليوم نحكيه على المؤتمر اللي تنظمه الجمعية التونسية لطب الأطفال ونسوسياسيون مع البيالف. شوية آخر نخلي لك كنتي التفاصيل أكثر. اليوم المؤتمر هذا يمتد على 3 أيام تقريبا، والبارتيكولاريتي اللي موجودة زادة بروفيسور ميف أنه يكون في مدينة جربة. صحيح، هو مؤتمر جمعية طب الأطفال، تعمل مع اشتراك مع الجمعية الناطقين باللغة الفرنسية، جمعية لطب الأطفال الناطقين باللغة الفرنسية. حبينا نبعد ويكون المؤتمر هذا جاي على تزامن بالاحتفال بانخراط جزيرة جربة في الباتريمون ديال اليونسكو. هذاك علاش تم الاختيار على المدينة هذه، والمؤتمر هذه امتد من يوم الخميس 26 أكتوبر إلى 28 أكتوبر على مدة 3 أيام. بعد تطرق كثير من المجالات في اختصاص طب الأطفال، حسب تقريب كل الاختصاصات تم التطرق إليها، وكان الاشتراك أطباء تونسيين وأطباء من المغرب العربي ومن إفريقيا ومن فرنسا ومن سويسرا. جيد، ديجا دكتور منيف، احنا قاعدين نحكي معاك، وفي نفس الوقت بالنسبة للمتابعين اللي يلاحظوا في الصور الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك راديو ميد تونيزي، نلاحظوا انه العديد من المواضيع اللي تهم الأطفال اليوم تمت مناقشتها او دراستها خلال المؤتمر اللي امتد على امتداد 3 أيام من 26 اكتوبر الى غاية 28 اكتوبر. نحكي تقريبا على مواضيع مختلفة، منها الربو لدى الأطفال، منها الحساسية، منها ايضا طب الجلد، منها نحكي على التلقيح الموجودة لطب الأطفال أيضا، والأمراض التي تمس الجهاز الهضمي بالتحديد والتغذية. اليوم ما أهمية المواضيع هذه بالذات؟ لماذا تم الاختيار أو التطرق للمواضيع هذه بروفيسور منيف؟ دكتور منيف تسمع فينا؟ يمكن ثم انقطاع على الخط لأنه بروفيسور منيف خذيناه مباشرة من جربة تزامنا مع موعد الطائرة اللي يمكن باش يكون بعد لحظات. نحاولوا نعاودوا نتحصلوا عليه، نعاودوا زيدا نكلموه اليوم في متابعتنا الدورية والسنوية للعديد من المؤتمرات الطبية اللي تنجم تكون موجودة في تونس على غرار المدن المختلفة، وأيضا على غرار الاختصاصات الموجودة. كنا خذينا العديد من المواضيع، منها الأسبوع الفرد، كنا حكينا أيضا على une première édition بالنسبة للكونغري دو فارماكولوجي، وين تم على امتداد يومين في مدينة الحمامات، واليوم حابين نسلط الضوء على طب الأطفال بما أنه المناسبة هذه كما كان ذكر قبل شوية بروفيسور منيف أنه تزامنا مع رمزية انخراط جربة في الباتريمون الموجود فيها. ذلك علاش تم بالتحديد اختيار منطقة جربة أو مدينة جربة من أجل احتضان هذه التظاهرة العلمية. بروفيسور منيف معنا مرة أخرى؟ أي سامحني، ظروف مباشرة في المطار، الاتجاه إلى المطار. هذاك علاش نتفهموا ما ثم حتى مشكل. سؤالي اللي كان قبيلة شوية أنه اليوم المواضيع المختلفة اللي اخترتوها، منها الربو لدى الأطفال، الحساسية لدى الأطفال، وأيضا بعض الأمراض الجلدية اللي تنجم تمس زيد الأطفال كيف، وثم حتى مواضيع أخرى منها الكالندري دو فاكسيناسيون أو التلقيح اللي تنجم تكون موجودة، وغيره من الأمراض اللي يمكن جهاز الهضمي أو التغذية لدى الأطفال، وقديش مهمة التغذية لدى الأطفال. اليوم ليش الاختيار صار، ولماذا سلطت الضوء على المواضيع هذه بالذات؟
المواضيع هذه تكون ديما لازم يكون تحليل المعلومات. المواضيع هذه فيها تحيين للمعلومات بروفيسور منيف. كل شهور تم جديد هذه المجالات والتعليم خاطر يمكن ثم صعوبة في الاتصال وفي الخط مع بروفيسور منيف. هكا تسمع فينا خير؟ يمكن ثم رداء في الخط، وهذا نظرا لكما ذكر دكتور منيف قبيله شويه انه ثم لو فول اللي باش يكون بعد لحظات من مدينه جربه الى 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 تونس، هذاك علاش ثم بعض عدم التواصل في الخط او النقطه. هكا تسمع فينا بروفيسور منيف احسن افضل؟ نخليوك المجال اللي كنتي تتكلم باش نربحوا الوقت خير. اذا قلنا الامراض هذه اللي تمثل المجالات هذه كثيرة ولازم يكون التحليل نتاعها بصفة دورية باش نقول سنوية باش يكون الطبيب اللي باشر الطفل اللي يكون عنده معلومات آخر معلومات باش يكون العلاج وقع التحليل نتاعه في بالمعلومات اللي ظهرت في مجال الطب وفي مجال الاختصاصات. شكرا لك. سؤالي الأخير دكتور منيف، اليوم ما أهمية أنه المؤتمرات الطبية اليوم يكون فيها تبادل تجارب بين دول أوروبية وأيضا دول إفريقية على غرار تونس المغرب الجزائر وأيضا دول أخرى وفرنسا ويمكن دول أوروبية أخرى، ما هو أهمية التوجه هذا اليوم؟ التوجه هذايا ثم أول حاجة اللي يجب يكون نجم نطبقوه في أوروبا مش بالضروري نجم نطبقوه في تونس. نجم نطبقوه في أفريقيا كما الكامرون ولا في الكوت ديفوار، زاد ما يجمش يطبق. صحيح المعلومة الطبية لازم تتأقلم مع الانفيرونمون المناخ اللي يكون يعيش فيه الصغير، هذه الحاجة الأولى. نعم. والحاجة الثانية التعاون مع الأخوة الأفارقة يكون مجدي وأسهل نظرا لسهولة التنقل ومتماش على سبيل المثال الفيزا ويكون التبادل نافع أكثر خاطر يكون بصفة بيلاترال معناتها من الجانبين، ما يكونش تلقي كهو من لو كان ناخذ طبيب أوروبي ولا يكون النقاش أكثر والتبادل يكون في الجهتين يعني من هنا ومن هناك. عدد الحضور اللي كان بروفيسور منيف تقريبا في المؤتمر هذا على امتداد الاثنين؟ هو تعدى نجم نقول 570 تسجيل اللي احصيناه في هذا المؤتمر. عدد هيك. وخاصة الجديد هنا كان حضور دافت للاخوان من افريقيا كما الكامرون الكوت ديفوار بوركينا فاسو موريتانيا السنغال كان حتى تقريبا 150. اكسلون اكسلون، نشكرك جزيل الشكر بروفيسور منيف. في نفس الوقت زاد نشكر لو بيرو اللي معاك اعضاء المكتب ككل على مجهودهم وايضا على التعب اللي قاعدين يتعبوا فيه. نعرفوا مؤتمرات من هذا النوع تخدم قبل بعام وبعامين معناها باش ينجم يكون فما ريوسيت للمؤتمرات هذه. جزيل الشكر ليك وايضا لكامل الاعضاء وان تري بون فول ان شاء الله وترجع بسلامه ونتلاقاو
أو في فرص أخرى إن شاء في الله. مقابلات أخرى. شكرا لك في الأمان. كان معنا بروفيسور منيف، كنا نحكي معاه على المؤتمر عدد 33 للجمعية التونسية لطب الأطفال اللي تزامن لسنة 2023 بمدينة جربة عند الامتداد 3 أيام، وأهمية المؤتمرات الطبية والعلمية في هذا المجال أقول من أجل صحة أفضل طبعا أطفالنا وصغيراتنا، وإن شاء الله ديما في الخير وديما لاباس. شكرا لكم مستمعينا، احنا مازلنا متواصلين.